ضعيف الشخصية كان بواجهك. لو انه رجال ورجل كان جاني لي ساعة انتظره في مكتبي. هذا جهزتي اللي هكرت في حساب السمك وانتظرك هنا الان معك 5 دقائق، ان ما جيت سيتم المزادة. ضعيف الشخصية انتظره. جو 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 اغراضي جو جو جو. ماني فاتح والله ما افتح. ها افتح افتح انت جيب الجوال جيب الجوال جيب الجوال بيت بيت يا لحظه يرجع ضفك 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 ضفك. شوفوا يا الربع يا جني في بيتي يا جني في بيتي. شوفوه ما نبات افتح ها ايش تبغى 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 والله ما صفر تعقب اصفرك ليه تاخذ سنابي عشان عندك الباسورد واثق فيك يا حيوان واثق فيك انا تروح جاي تسوي فيني ذا كله يا محمد اتق الله بنفسك يا ورع يا ورع جيب الباسورد بسرعه جيب الباسورد جيب والله كل ما تجيب باسورد ليه مشعل والله كل ما تجيب باسورد اقسم بالله بجيب باسورد بسرعه اقول اصيح قدام الناس العالم والله اصيح يا مشعل يا مشعل اخو طلع اخي والله اصيح قدام العالم الناس اقسم بالله خاصه فيني والله ليه انت مزعل تسفرني مشعل ليه تسفرني طيب ليه تسفرني مين تسفرني معك سفرني ما بتسفر سفرني معك مشعل روح اضرب معك ما معي فلوس ترى تدري انت تلعب عليك انت تلعب عليك ما معي فلوس يا مسلم ما لي حساب خيرا يا شيخ ما بغيت استغفر الله والله يا الربع اني توقعتها من كل الناس يقلبون علي كل الناس الا محمد محمد يا اخواني يعرف كل شيء عني لدرجة انه قلب ضدي عشان سفرة بس عشان قلت لكلم امي كأنك بتجي معنا لكن ما يبغى الخير الخوية ما يبغى الخير استغفر الله العظيم اهلكني وتعبني يا اخواني الله برتاح الحين يا اخواني معليش بس بجهز شنطتي وزي كذا عشان سافر انا اخوي ان شاء الله و بالله عليكم لا حد يقول ليه ما خذيتها معك وليه وليه عاد بلي الله بعمري فان شاء الله رحلتنا الساعة 2 بإذن الله ونرتب الأمور رتب شنطة سوا لا لا معليش لو بنمشي على هذا المبدأ بخسر يا أخواني والله محمد يا أخواني أحبه لكن شوف إيش سوى قلب علي عشان بس سفرة عشان ما أقدر يعني إني أسفر أنا بيلا أنا أساسا أخوي مسفرني طيب إيش رأيكم ما معي فلوس يا أخوان نشوف سوا احنا وياكم تجهيزات الشنطة يا اخواني سفرة العمر هني قمصان ما كثرت فنايل قمصان تخبرون بيتش وكذا ومع المكوى لابد منه وهنا يا طوال العمر والسلامة عندنا السراويل الله يعزكم خرنتيني البناطيل والامور والله يعزكم الحذيان ما لقيت لها مكان قلت نغزي معهم هني الله الله هذه يا طوال العمر يعني عناية شخصية وكذا والله إن كأني اسمي سوسن شوف الاستشوار وردي وذي وردي والله ما هو بعين شيء يا رجال لكن ما عينت الذي رخيصة تخيل وذي استشوار 30 حصلته في مخازن العناية وذي ب40 بس عذروا بهاللون فامنعونا تنقدون يا رجال تمنا الجواز ولله الحمد يا طال عمر والسلامة بالحين في ستاربكس طبعا أول مرة أجي المطار الدولي يا أخوان فيني بسطة ما هي طبيعية لا إله إلا الله أشوف أجانب كذي وعرب عندنا في الرياض يا ولد تكفون أنا أساسا طالع ومسافر مع أخوي
فبالتالي لا تحرجوني مع محمد، اقسم بالله ما لو بيدي، لو بيدي انا كان سفرت، بس انا كبري، انا براسي مسافر مع مش عليه عشان شو سامر راحت انت ما قدرت نقدر السنين اللي بيننا قدر الوقت قدر مش عارف بس مش عليه طيب دقيقة انت الحين تمد يدك يعني اسفرك غصب اي غصب طرق على القشم تعقب الا طرق لا حقني حتى في المطار انت ما قدرت توعدني مش عليه ليه مش عليه شوي انت انا قدر سنين 15 سنة ولا راح تعمل ايش دخل 15 سنة فيني اسفرك يا ام حي اخوي طلع من ما في معك لا شب معك جيب لي قهوة قم جيب لي قهوة هذه قهوة كسر يعني فهم كسر الوصف SOS ايش تبع؟ ترى انت قافل بعد معك حاول ما تكفي السماعات سري اخوك على اخوي لا تسوي لا تسوي فيلم بوي بدي ترى والله انت ترك معي قدام وش هذاك بيموت احنا الطياره طار دار دي ما لك في الشغل وين والله ترى اخوي طلبني وقال لي خليه يسافر معنا لا رجال سري اخوك علي كلمني كلمه قبل اسبوع كيف البين عشان اخوان لا قال اسمع صار مش اخذ معك قلت رجال جبل ضعيف هو قال كذا قال كذا بعد توريك لا خلاص ما يحتاج لكن عموما حاولت الدولة غير ديرة لا تخوي مع أخوك عموما لا راح أوه زي سعودي مثلا معي الحد 500 هذا أنا من ده هذا أنا من هو أنا الحد 500 هذا أنا وانا كيف ابدا ذكي انت 55 كيس انت ابدا الحمار هذا الكيبورد تكتب فيه اسم الفيلم يا غبي شو احد مفاتيح اللهم اني اعوذ بك من بعثاء السفر وكابة المنظر وصلنا الحمد لله الى بوكك ما هي بوكك بانكوك طبعا بندور اقرب رحله ان شاء الله نطلع على طول على بوكت ما حصلنا على طول على بوكيت فلذلك بناخذ رحله من هنا ونطلع نطلع على بوكيت طبعا بانكوك ما هي مره حلوه فغالبا كل الفعاليات في بوكيت يعني ايش اسمها الملعونه بوكيت عن السفره انا واخوي الحمد لله انبسطنا بس انه يعني يجيك سبحان الله واحد من على ما قال ما اسمع ما اكلمك يعني بعد صوت نبات اهدى الوحيد في بانكوك يا اخوان لابس ثوب ما شاء الله الزي السعودي احنا نفتح فيه لا بالعكس عندك شيء اشكاليه؟ ما اقول شيء انا اقول شيء الوحيد اللي وحيدا مو مستوانا شوف الثريه تسحب يا ولد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله شوف شوف الفيو منه شوف الفيو وفي مفتوح ها وفي هذا اصبر ما كنت سكننا باقي انا باقي بشوف شقتنا اسمع شقه ليله ترى انا وجهي الطفل انا عندي العنوم ما تخفى يا محمد شوف ما كنت قلت من الثريه شوف الثريه سويها صورت الثريه العام وش الثريه يا ولد فين حن فين يا ولد هذا هو يوم بس عاد احنا نطلع بوكيت اشهد بالله يروح مع اخوي في عين خير ايه داري كل شيء خش في الرياض تعالوا
طبعا وصلنا وهذه غرفتنا يا طال عمر السلامة. 621 ألعن ما شاء الله. محمد ما حمد اسكن هنا ذا رحمة الله. مخري من الله يصلح مخري للطفيلية دي. ألعن ما تكفى يا محمد تكفى يا محمد. ما هم مكاننا يا ولد. الله لا يكافي ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ولد انا ما متعود على شيء يرحم رموك ايش بيقول لي رموك داري خذ الكرت افتح خذ الكرت نوري يوم شقتنا اثنين واحد لك واحد لي واحد لك واحد لي يلا الله يرزقك افتح ان شاء الله بخير. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا حنا هذا حنا شوف يا سبحان الله تقول قول والله مو موجه المكان ذا ما شاء الله هذا الحمام الحمام ايش دعوه بشرب ما شاء الله واضح انت واضح جينا قبل صح يا اخوان ما شاء الله تبارك الله طبعا هذه غرفتنا الحمد لله في فيش توقع فيه هذا وش هذا ما هذا ما هذا ما ولا ما ما لا لا ما ضاع عادي ما ولا ما ما ايش حاطين لك كاجو شو الهنا؟ مو منه مو منه مو منه ايش فيك متحمس؟ لا لا بس شو؟ العون امك تكفى يا محمد نبض امك يا محمد تكفى يا محمد وين راح؟ وش وش والله ما شرب اقسم بالله ما شرب ارحم ابوه اصبر 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 يا الله لا 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 آه. مرسيت لي بنت سعد عد 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 اقول لهم انك تمنعنا منها يلا انك تمنعنا فاضح فاضح يا اخوان ترى والله انه قال نبي نشرب لا انت عد عد سمعتي صبر الله غير حل انا برقد هنا عشان ما تجي المضي كذاب ليه اختار عشان اسمع يعني عند الثلاجة قريب هلا اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك لا والله لا برقد هنا انا برقد هنا انا ما احب ادريش الله يبعد ملكك الله يبعد معنا شفتوا ها عند الثلاجة كذاب عند الثلاجة انقلع وراك انقلع وراك اقسم بالله ايش وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح طبعا ما وريناكم فيو الشقة ايش الشقة يا اخي طفران اقسم بالله واحد. فندق فندق غرفة 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 ان شاء الله تبارك الله على نهر ابو نهر يا ولد ايش العيش اللي حنا عايشينه يرحم ابوك يا اخوان يا اخوان العيش اللي عندنا فيها مبسوطين والله الربع مو بحقنا صدق ما مو بجون هذا انا شقه دور ارضي انا شقه فوق بس ما حتى دور ارضي غالي علي ما اقدر طبعا انت لا محمد الروب لي ها ايه طقطق ها طقطق طقم يهرجون فيها انحاء الشرق الاوسط طقم شاري طقم في دمك لا تصوري لا تصوري لا تصوري لا تصوري لا تصوري لا تصوري طقم بنش دعنا من اشتري سبيل ايوه ايش قال له يشوف لنا الشنطه فيها شعر يشوفونها خذوا تقريبا شريم خذوا شريم من العين